بقولك يا نيفو، بيقولوا السنة دي الساحل مليان قروش. يا خبر، هو كل سنة؟ انت عارف هما بيجوا ازاي؟ بيعوموا من البحر المتوسط لحد أول السلوم، ومن هناك بقى عينك ما تشوف إلا النور. عارفة؟ بيجوا على ريحة المكرونة والبانيه. خل وطوم، مفيش مروح السنة دي للساحل من غير خل وطوم. ده حتى الأطفال الصغيرين عارفين كل حاجة. عندي نونو صغير كل ما يشوفني يقولي إيش يا تيتا، إيش يا تيتا. الأطفال دول مصيبة. شكلها كده ما في الساحل السنة دي. أحسن، أنا أصلا مش بحب الساحل. قرش إيه اللي هيجي على ريحة البانيه؟ لو عايز تعرف الخبر الصح، نزل أبليكيشن يا خبر واعرف الخبر الصح من المضروب. يا خبر، أخبار تتصدق.